أسعد الله أوقاتكم متابعينا أينما كنتم. في الوقت الذي تجهد فيه الحكومة لترسيخ أواصر الصناعة كونها قاطرة النمو، نلحظ أن الصدى الفعلي لهذه الجهود لا يزال دون المستوى المطلوب، ما أدى إلى تململ رواد القطاع الصناعي في الداخل. فكيف بنا إذا ما أردنا جذب رؤوس الأموال المهاجرة والمغتربة وفقا لما تدأب عليه الحكومة؟ ناهيكم عن الجهود الواجب بذلها لإنقاذ القطاع العام الصناعي. لمناقشة هذه المحاور وغيرها سيكون معنا ضيفا السيد زياد صباغ وزير الصناعة. مرحبا بكم سيادة الوزير. سيادة الوزير، لنبدأ يعني مما يجري التهويل فيه في الفترة الأخيرة من الترويج لفكرة هجرة الصناعيين والأعداد الكبيرة التي يروج لها وتوجهها إلى دول أخرى للاستثمار فيها. ما حقيقة هذه الأمور التي تروج وماذا لديكم من معطيات؟ نعم، هذه القضية ليست بجديدة على القطاع الصناعي، لكن تعاظمت في الفترة الأخيرة نتيجة الانتصارات الكبيرة التي حققها بواسل جيشنا العربي السوري على ساحة الوطن، وبدأت مرحلة إعادة الإعمار. فكان لابد كما تفضلت في المقدمة بأن الصناعة هي قاطرة النمو، بأن يتم استهداف القطاع الصناعي بشكل خاص والقطاع الاقتصادي بشكل عام. فتحولت الحرب من حرب عسكرية إلى حرب اقتصادية، ولمسنا العقوبات من ما يسمى قانون سيزر وغيرها من العقوبات التي أثرت على القطاع الصناعي، لكن لم تجدي نفعا مع أبطال الصناعة. هذا القطاع الذي عمل خلال سنوات الحرب ولم يتوقف بشقيه العام والخاص، لكن الاستهداف بدأ ممنهج خلال الفترة الأخيرة عبر وسائل الميديا، وسائل التواصل، ببس الشائعات وبس الأكاذيب، ومع توجهات حكومية بفتح باب الاستثمار وتسهيل أمور الاستثمار، وصدر القانون الجديد للاستثمار الذي يعطي مزايا كبيرة للمستثمرين المحليين والمستثمرين من الدول الصديقة والشقيقة. فهذا الكلام يعني لا عاري عن الصحة، أرقام لا أساس لها من الصحة، بالعكس هناك يعني توجه لدى أخوتنا الصناعيين بإعادة تدوير منشآتهم والتوسع بها في أكثر من قطاع. بالقطاع الحرفي صار في تزايد، خاصة بالعام 21، زيادة في عدد الرخص التي تم منحها للمواطنين للحصول على سجلات صناعية وسجلات حرفية في أغلب المحافظات، وخاصة محافظة حلب اللي تم الاستهداف بها كثيرا وتم تداول معلومات مغلوطة عن هذا الموضوع. موضوع الهجرة أو موضوع الصناعي ينتقل، يعني نقلة الصناعي من بلد إلى بلد ليست بالأمر السهل، كون يوجد استثمارات وآلات ومعدات، لكن بطبيعة الصناعي حتى ما قبل الحرب إقامة منشآت صناعية داخل البلد وخارج البلد، تنوع النشاط الصناعي في أكثر من محافظة وفي أكثر من دولة، هاي طبيعة الأشياء في القطاع الصناعي. هذا يقودنا سيادة الوزير لنسألكم عن الإجراءات المتخذة في سبيل المحافظة على هذه الرؤوس الأموال وعلى هؤلاء الصناعيين الموجودين في الداخل، وأيضا نسألكم عن عمل اللجنة التي تم تشكيلها من أجل التواصل مع الصناعيين السوريين في الخارج، وعن مدى الاستجابة، يعني ماذا حققتم من يعني خلال هذه اللجنة، كم هي الأرقام التي عادت أو الأشخاص الذين عادوا، وماذا لديكم في مستقبل قريب في هذا الموضوع؟ والله هذه اللجنة يعني ليست بجديدة، كان هناك لجان سابقة لها مؤلفة من اتحاد الغرف ومن صناعيين بارزين داخل القطر، وتواصلوا مع زملائهم وأصدقائهم في الأقطار العربية الذين غادروا البلد لأسباب مختلفة، يعني ليس كل من غادر هو ليس وطنيا، ظروف الحرب والمعاناة التي عاناها بعض الأخوة الصناعيين
من تهجير قسري، من سرقة لمعاملهم، من حالات خطف لأبنائهم، اضطروا للهروب إلى بعض الدول المجاورة، وبدأ نشاط في سبيل البحث عن سبل العيش. فكان التواصل مع هذه اللجان خجولا، تم إعادة تشكيل لجنة بتوجه حكومي برئاسة معاون وزير الصناعة، وضمت في عضويتها بعض أعضاء من اتحاد غرف الصناعة ومن بعض المدراء في الوزارة للتواصل مع الأخوة الصناعيين في كل الأقطار العربية، لكن التمركز كان مع أخوتنا السوريين في مصر. تم التواصل مع أكثر من شخص في هذا المجال. السبب الرئيسي لكل صناعي مختلف عن صناعي آخر، يعني المشكلة ليست عامة، المشكلة ممكن نقول عليها فردية تختص بكل صناعي، معالجة تبقى فردية. يعني هناك صناعي أو مجموعة من الصناعيين لهم مشكلة مع المصارف ما قبل الحرب وتركوا البلد وغادروا، ياخدين قروض لم يتم تسديدها. هناك بعض الأخوة الصناعيين الآخرين نتيجة مغادرتهم لخارج قطر، أولادهم خلال فترة الحرب صاروا في السن المؤهل للخدمة الإلزامية. هناك يعني بعض الأخوة الصناعيين لديهم مشاكل مختلفة، فتم تبويب كل هذه المشاكل ويتم معالجتها. يعني منه مختص مع وزارة المالية، تم نقاش مع السيد وزير المالية، وحاليا في بعض المواضيع عم تتعالج، بعض القضايا اللي بتختص في موضوع الخدمة الإلزامية أيضا مع وزارة الدفاع عم بيتم معالجتها. يعني وكان هناك منذ أيام، يعني من أسبوع أو 10 أيام، كان هناك بعض من أعضاء اللجنة سافروا إلى مصر والتقوا مع مجموعة من الصناعيين، وتم يعني إعداد مذكرة في هالمشكلات. سابقا كان التواصل عبر وسائل التواصل لبعض المشاكل تم معالجتها وانتهى الأمر. يعني الموضوع مستمر، لكن يعني موضوع كمان أقام منشأة في مصر أو في السودان أو في أي بلد من البلدان المجاورة، عملية الانتقال ما هي بالأمر السهل، لكن بدأ الصناعي بإعادة ترميم منشأته التي دمرت في سوريا، إن كان في حلب ولا في دمشق. يعني هناك من بدأ يعني طبعاً على الأرض طبعاً في سوريا طبعاً واستجاب. طبعاً أنا كما ذكرت في بداية حديثي أن الصناعة في السابق، الصناعي يقيم منشأة في بلده ويقيم منشأة في بلد آخر، فالعمل يعني مستمر، لكن يعني في بعض الصعوبات. هذا الكلام لا يمكن لأحد ينكره، موضوع حوامل الطاقة وهي المادة الأساسية للانطلاق بالصناعة. أيضا يعني إعادة الإعمار تأخذ عامل الزمن، لكن هناك الكثير من المقيمين في بعض الدول العربية عاد وبدأ بإعادة ترميم منشأته ويتنقل بين سوريا ومنشأته التي أقامها. نعم. في البلد العربي. هذا كلام مبشر سيادة الوزير، ويعني يرتبط بشكل أساسي كما تعلمون بالبيئة التشريعية والقوانين، فلهذه البيئة دور محوري لجهة تشجيع الاستثمار والصناعة وإنعاش الاقتصاد. كيف تنظرون لهذا الجانب؟ وماذا قدمتم وماذا ينقصكم لتكون البيئة الصناعية أو البيئة التشريعية للصناعة مشجعة؟ هلا البيئة التشريعية يعني بصدور قانون الاستثمار أصبحت متكاملة، ونحن نعمل في وزارة الصناعة على إعداد تعديل لمشروع لقانون الناظم للصناعة، القانون 21، والقانون الناظم لعمل غرف الصناعة. أنهينا العمل بقانون اتحاد غرف الصناعة، وهو يأخذ طريقه الدستوري إلى مجلس الشعب، ويجري العمل حالياً
على تعديل القانون الناظم لقطاع العمل الصناعي ليكون متكامل، الغاية منه ما هو تحسين بيئة عمل الصناعة ولحظ الصناعات كما يقال عنها الكامنة، اللي هي عبارة عن ورشات صغيرة ومتناهية في الصغر. متوجب علينا كوزارة دعم هذه المنشآت ودعم هذه الورشات لكي تنطلق، وخاصة أن الشاب الذي يتخرج من الجامعة أو المرحلة الثانوية يبحث عن فرصة عمل، فبالتالي واجب على وزارة الصناعة تهيئ بيئة مناسبة للانطلاق في هذا العمل. أيضا هو التوجه حكومي، يعني التوجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية، وقد يعني صدرت العديد من القوانين وأنشئت حتى مصارف خاصة بهذا الموضوع. كيف التشبيك بينكم كوزارة وبين الجهات المعنية سواء كان بالتمويل أو بمنح التراخيص الأخرى يعني مرتبطة بعمل الصناعي؟ هلا هذا التشبيك عمل دائم للوزارة وللحكومة بشكل عام، وهناك فريق اقتصادي يضم عدة وزارات، وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، وزارة الصناعة، وزارة الزراعة، يتم التشبيك بين الوزارات المعنية ضمن كل وزارة واختصاصها للنهوض بالقطاع الاقتصادي بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص. يعني هو هذا السؤال سيادة الوزير يرتبط بعمل الوزارة بشكل أساسي، يعني مثل ما هو معروف الوزارة اختصاصه هو وضع الاستراتيجيات العامة للصناعة في سوريا، وهذا يتوجب أن يكون من بعد الاستراتيجية توضع السياسة ثم برنامج تطبيقي. كيف تقيم حضرتك يعني استجابة الوزارات الأخرى أو الجهات المعنية بالعمل الصناعي أو بعملكم أنتم وبعمل من يتبع لكم في العام أو في الخاص؟ كيف ترى الاستجابة من هذه الجهات؟ وهل هناك شيء ناقص في يعني حلقة مفقودة أو ناقصة؟ يعني مثلا لنفرض أن المنشآت الصناعية كما تحدثت تحتاج حوامل طاقة، فهذا بطبيعة الحال يرتبط بوزارة النفط أو بوزارة الكهرباء، أيضا يرتبط الأمر بوزارة الإدارة المحلية وغيرها. علاقة الوزارة كجهة تضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج، كيف هي علاقتكم مع الجهات العامة المرتبطة أو مع الغرف الصناعة والتجارة؟ الآلية تتم يعني الحكومة بشكل عام توجهات قائد الوطن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، توجهات عامة للحكومة على أساسها بيتم إعداد استراتيجية كاملة للحكومة، ومن خلال الاستراتيجية العامة أو الرؤية العامة للحكومة للتوجه الحكومي يتم لكل وزارة وضع استراتيجية وبرامج عمل محددة تم وضعها ببرنامج الحكومة اللي قدمته إلى مجلس الشعب. من خلال هذا البرنامج و يعني الاستراتيجية اللي عدتها والرؤية اللي حددتها الحكومة تم إعداد برنامج عمل لكل وزارة. وزارة الصناعة وضعت برامج يعني يوضع تكامل على مستوى الوزارات، كما ذكرت مثال موضوع قطاع المحروقات والنفط باختصاص وزارة، هناك تشبيك متواصل بالقطاع الزراعي فيما يخص التصنيع الزراعي، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية لإعداد خطة متكاملة وتم إقرارها بمجلس الوزراء. الواقع حوامل الطاقة معروف، يعني تدمير الممنهج اللي صار خلال فترة الحرب خفض، نحن ما كان عندنا مشكلة قبل الحرب في موضوع الكهرباء في موضوع حوامل الطاقة، يعني هذا من معوقات الحرب أو من المعوقات اللي عم نعيشها خلال هالفترة الحالية اللي هي من مفرزات الحرب، فهي بدنا نتساعد ويصير تكامل مع شركاء في القطاع الخاص لتجاوز هذه الأزمة في ظل الحصار الظالم المفروض على بلدنا. سيادة الوزير، السؤال الهام والملح حتى من قبل الحرب هو إصلاح القطاع العام، أين وصلتم في هذا الموضوع وما هي تطلعاتكم في ظل التعثر الكبير، يعني يمكن وصفه بتعثر كبير لشركات ومعامل القطاع العام؟ لا أنا بعرضك شوي بالتعثر الكبير، لا في بعض الشركات منتجة وتحقق أرقام وريعيات، لكن إحنا من خلال الحرب طبعا هو ما قبل الحرب تشكلت لجان لإصلاح القطاع العام الصناعي
ثم توسعت إلى لجنة لإصلاح القطاع العام الاقتصادي، أثمرت يعني مع بداية تشكيل الحكومة على إعداد مشروع قانون لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وما يسمى يعني قانون الشركات وتحويل الشركات من الوضع الحالي إلى وضع آخر يعطيها مرونة أكبر، حرية بالإدارة، حرية باتخاذ القرار أوسع، وهو يعني بديل أو تعديل القانون 2 الخاص بالمؤسسات والشركات. هذا أيضا بدأ يأخذ مساره الدستوري، تم إقراره بمجلس الوزراء وسيناقش لاحقا تحت قبة مجلس الشعب. هذا فيما يخص الجانب الحكومي. فيما يخص جانب وزارة الصناعة، نحن صار عندنا كتلة هائلة من الشركات اللي دمرت وتوقفت خلال فترة الحرب، وهناك شركات كانت متعثرة قبل الحرب وتوقفت، فتم إعداد خارطة استثمارية تم عرضها بشكل إعلان للإخوة المستثمرين المحليين الوطنيين، وعرضها على الدول الصديقة لإقامة نوع من التشاركية لإعادة تأهيل هذه الشركات وفق 3 محددات. المحدد الأول، الملكية ستبقى ملك الدولة، ملكية عامة. المحدد الثاني، العمالة تكون ملزمة الجهة التي ستشارك في عملية إنشاء وتأهيل وإعادة تدوير عجلة الإنتاج في هذه المنشأة أو تلك. المحدد الثالث، تطوير الشركة والحصول على تكنولوجيا حديثة حتى في نهاية فترة الاستثمار. يعني هنا البعض يغمز أو يلمح إلى مسألة خصخصة القطاع الخاص أو بعض الشركات. قولا واحدا لا، هذا خط أحمر. لا خصخصة، إنما وفق المحددات الثلاثة التي ذكرتها حضرتك. أنا منشأة متوقفة، إمكانيات الحكومة وإمكانيات الدولة في ظل ما بعد الحرب ليست كما كانت قبل الحرب، فالإمكانيات الاقتصادية وإعادة تأهيل شركات تحتاج إلى استثمارات كبيرة. فالبديل الأنسب هي إقامة تشاركية بين جهتين في نهاية الاستثمار على مبدأ نظام البي أو تي، ممكن يعني شبيه للبي أو تي، الإدارة مشتركة. بنهاية الاستثمار تعود هذه الشركة ملكية، تبقى ملكيتها حتى خلال فترة الاستثمار ملكية عامة. هنا أيضا في أحد المحددات نود لو نتوسع قليلا في موضوع العمالة، كون هناك يعني دور دعنا نوصفه بالدور الأبوي للشركات ومؤسسات القطاع العام تجاه موظفيها. هل سيؤثر التوجه القادم على هذا الأمر؟ هل هناك تخفيض من العمالة؟ هل هناك ممكن يكون استغناء عن بعض العمال؟ أم أن العمال لا خوف على وجودهم في منشآتهم؟ لا خوف على العمال، بالعكس. نحن يعني التجربة بدأناها وتم إبرام 4 عقود، 3 عقود تم تصديقها من رئاسة الوزراء، والعقد الرابع في طريقه إلى التسديد. كان من ضمن الاشتراطات العقدية المحافظة على عمالة كاملة، يمنع على أي مستثمر من المستثمرين الـ3 تسريح أي عامل لأي سبب كان ومهما كان، 2 إلا بحالتين، الوفاة لا سمح الله أو بلوغ سن التقاعد. وفق القوانين العامة، وفق القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى ملزم المستثمر إعطاء محفزات لهؤلاء العمال إضافية بالحد الأدنى، وهناك محفزات أخرى هي متروكة لجهد العامل، لجهد العامل كل ما بذل جهد أكثر يأخذ محفزات أكثر. إضافة لذلك ملزم المستثمر باستخدام يعني عن طريق وزارة الصناعة تعيين 50 عامل بشكل دائم لنهاية مدة الاستثمار، بحيث يكونوا مؤهلين ومدربين فنيا على تشغيل المنشأة بعد نهاية مدة الاستثمار. نعم. سؤالنا الأخير سيادة الوزير هو حول صناعة النسيج في سوريا، وكما هو معروف هي صناعة عريقة. إلا أنها ليست مستثمرة كما يجب، فكما هو معروف لحضرتك وأنت يعني
صاحب باع بالعمل الصناعي القطن يمكن أن يكون محبوب ثم محلوج ثم يذهب إلى النسيج الغزل ومن ثم يكون ألبسة، وبالتالي هناك ثمن أضعاف ممكن تتضاعف قيمته ثمن أضعاف. نعم. إضافة للأعواد التي كانت تحرق أو ترمى ويمكن أن تستخدم مثلا في صناعة خشب الـ MDF. لماذا صناعة القطن في سوريا وهو متوفر يعني كمادة مزروعة متوفر ومعروفة معروفة القطن السوري، لماذا هذه الصناعة لا تأخذ حقها ولماذا أهملت في فترة من الفترات؟ هلا زراعة القطن نحن بدنا نبدأ من المادة الأولية. المادة الأولية هي مادة القطن كما ذكرت. زراعة القطن خلال سنوات ما قبل الحرب تراجعت نسبيا لمساحات محددة، يعني نحن بالعام 2000 كان إنتاج القطن في سوريا 1,000,000 طن، كان يصدر قسم منه على شكل خام شكل قطن محلوج، والباقي يصنع في معامل الغزل ومن ثم معامل النسيج في القطاعين العام والخاص. بالعام 2006-2007 تراجعت مساحات المزروعة من القطن إلى أدنى من ذلك بكثير لحوالي 400,000 طن قطن محبوب. هذا أثر في تراجع الأداء الصناعي لهذا القطاع. خلال فترة الحرب تم التوقف أو شبه التوقف تقريبا عن زراعة القطن نتيجة تهجير أخوتنا الفلاحين من أراضيهم. العام الماضي كان أقل نسبة أو كمية أقطان تم استلامها من قبل مؤسسة الأقطان نتيجة كما ذكرت في بداية حديثي الحرب الاقتصادية. تم منع أهالينا في منطقة الحسكة من توريد محاصيلهم من القطن إلى محالج مؤسسة الأقطان، فهذا أدى إلى تراجع. نأمل هذا الموسم اللي نحن هذه الأيام مع بداياته نأمل أن تعود المستويات وكميات الأقطان المستلمة من قبل مؤسسة الأقطان إلى سابق عهدها. نعمل حاليا بالتشاركية بين القطاع العام والخاص على تطوير هذه الصناعة لأنه تحقق قيمة مضافة عالية، ونسعى كما ذكرت أيضا من خلال الورشات الصغيرة والمتناهية في الصغر تنميتها بحيث تحقق القيمة المضافة الأعلى وهي الصناعة النهائية ما بعد النسيج. صحيح. موضوع الحياكة وصناعة الألبسة أعلى قيمة مضافة لأنه هي تعطي ريعية بدلا من تصدير القطن. صحيح. المحلوج أو الغزول أو الأقمشة الخامية. لأنه في مراحل متعددة لهذا القطاع، وفي سوريا هي عريقة في هذه الصناعة بشكل كبير ومتوغلة في القدم. نأمل ينطلق أن يعود إلى علاقه من جديد بالتشاركية بيننا وبين القطاع الخاص. تم اتخاذ عدة قرارات، تم عقد ملتقى للصناعات النسيجية في مدينة حلب العام الماضي، وتم الاتفاق على عدة محاور ويتم العمل عليها وتم تنفيذ الكثير من مقرراتها. نعم. قبل أن ننهي هذا الحوار سيادة الوزير، ما هي رسالتكم إلى الصناعيين في الداخل وإلى الصناعيين الموجودين خارج سوريا؟ هي رسالتنا الدائمة. نحن وزارة الصناعة هي الأب الروحي للقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، تعمل على تسديل كل المعوقات وكل الصعوبات التي تعترض كل صناعي. نحن نركز حاليا على موضوع الطاقة وبدائل الطاقة، وعم نشتغل على توفير الطاقة من خلال إنشاء مزارع أما ريحية أو على الطاقة النظيفة لرفع كمية الكهرباء لأنه هي أساس أو عصب الصناعة. فنطلب إذا في حدا من أخوتنا الصناعيين بيرغب، وبديت المشاريع في عدرا الصناعية وفي حسي وفي حلب، أقامت وزارة الكهرباء مشروع للطاقة الشمسية بحدود 40 ميجا 42 ميجا، يعني تساعد في رفع كمية الكهرباء التي يستخدمها الأخوة الصناعيين. فهذا نحن ملاذ
لكل صناعي حتى لو كانت المشكلة في وزارات أخرى، فنحن من واجب علينا أن نقدم يد المساعدة لكل صناعي تنتابه أي مشكلة حتى بين الصناعين ذات نفسهم، لأنه الصناعات متكاملة، ما هو مخرج لدى صناعة معينة هو مدخل لصناعي آخر، فقد تحدث بعض الإشكالات. دورنا نوفق ونصل لحل يرضي جميع الأطراف بحيث يكون الجميع رابح. نعم، شكرا لك السيد زياد صباغ وزير الصناعة في هذا الحوار، شكرا لهذا الوقت الذي منحتنا إياه. أهلا وسهلا. الشكر موصول لكم متابعينا، دمتم بألف خير.